طبعا احنا اليوم كنا في اعلان المؤتمر الصحفي عن انطلاق مهرجان الشارقة للثقافة والناس في دورته السادسة اللي بتكون ان شاء الله في حديقة القراين 2، واللي ان شاء الله بيكون فيه مثل ما نقول تطور وتجدد وفعاليات كثيرة بمشاركة العديد من المؤسسات في إمارة الشارقة وخارج إمارة الشارقة. تقام فعاليات مهرجان الشارقة للثقافة والناس من تاريخ 23 حتى 26 فبراير، طبعا بمشاركة 47 مؤسسة. هاي ال 47 مؤسسة ينظمون 171 فعالية. هاي الفعاليات متنوعة بين الورش الفنية وبين المحاضرات وبين الألعاب والمسابقات، كذلك وجود البرامج الجديدة المستحدثة مثل ركن رفراف لإبراز ودعم الموهوبين في الرسم والاستعراضات والخط وإلقاء الشعر. المهرجان يحمل حلة جديدة وفيه جرعة مركزة من الثقافة مغلفة بقالب من الترفيه والبهجة.